مرحبا أصحاب الدراجات النارية، إذا كنت تبحث على حماية للعينين خصوصا أصحاب الدراجات الكلاسيكية وكل الهوايات، لما لا إذا تبحث عن الجودة ومعيار دقيق في حماية العين من الأتربة والأشعة الفوق بنفسجية والضباب وكل هذه الأشياء التي تؤثر عليك في المتعة عند الطريق أو ممارسة الهواية المفضلة لديك، أين تحصل أفضل خيار؟ أكيد داخل مركز دراجات الخبيزي. طبعا كما تشاهد الآن أفتح لكم هذا البوكس الجميل والأنيق كما تشاهد لحماية النظارات من الخدوش عند نهاية الاستخدام، يمكنكم ترجيع المنتج. ابتدأت من الأخير لأشرح لكم الأول. نعم، الأول هو أنها تحتوي على نظارة ليلية نهارية بهذا اللون المميز والجميل مع حافة إسفنج مريحة جدا عند ارتدائها، انكسابل مضادة للكسور، UV 400 بروتكشن بولي كاربون 100% مع أحزمة، نوعين من الأحزمة يمكنكم استخدامها أيضا للبر وعشاق دراجات الاي تي في، لما لا؟ كما تشاهدون إذا كنت من عشاق المهام الخاصة، نظارة تعتبر أيقونة وروعة في جمالية النظارة مع عدسة معتمة إضافية بالإضافة إلى العدسات الليلية النهارية. يمكنكم أيضا استخدام هذه الطريقة بسهولة حيث يصبح لدينا نظارات أو ثلاث نظارات بأشكال مختلفة وسعر خاص في كل الفروع. ترقبوا الجديد أيضا في النظارات عند مركز دراجات الخبيزي، تابعونا، حياكم الله.